اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. فيديو النهارده هنعمل جاكيت صيفي، غرزته جميلة وطريقته سهلة وبسيطة. انا هستخدم خيط اليزا، وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 3. غرزة النهارده من مضاعفات الرقم 3، يعني بتفضلي ترتفعي 3 لحد ما توصلي لعرض الجاكيت اللي انت عاوزاه. انا هشتغل الجاكيت على بعضه، مش هشتغل قطعة منفصلة، وهشتغله المقاس لارج. انا ارتفعت 204 غرزة سلسلة وزودت عليهم 2 سلسلة ارتفاع، يعني اشتغلت 206 سلسلة. 204 عدد بيقبل القسمة على 3، وزودت عليهم سلسلتين اللي هما الارتفاع. وبعد كده عملت سطر من غرز الحشو، سبت اول غرزة واشتغلت كل غرز حشو بالطريقة دي علشان الفيديو ما يطولش. يعني انا اشتغلت 206 غرزة سلسلة، وبعد كده اشتغلت غرز حشو. هنتقل بقى للسطر الاساسي بتاع الغرزة، وهشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل، هلف الخيط مرتين على الابرة. الغرزة اللي ارتفعت منها الاعمدة هسيبها مش هحسبها، وهعد بعديها غرزة 2، وهدخل في الغرزة الثالثة وهشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بسحب الخيط اهو، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل سلسلتين، وهلف الخيط مرتين على الابرة. انا هنا عندي غرزتين في النص، هروح للغرزة اللي قبل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، وهدخل فيها وهشتغل غرزة عمود باتنين لفة. بدخل وبسحب الخيط، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين بالشكل ده كده. هلف الخيط مرتين على الابرة من غير ما ارتفع بالسلاسل ولا حاجة، وهسيب غرزة 2، وهدخل في الغرزة التالتة وهشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. بعد كده بشتغل سلسلتين، وبلف الخيط مرتين على الابرة، وبروح للغرزة اللي قبل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، وبدخل فيها وبشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. هتديني الشكل ده كده، وهمشي اكرر شغل بنفس الطريقة. ان انا بلف الخيط على الابرة مرتين، وبسيب غرزة 2، وبدخل في الغرزة التالتة وبشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين، وبشتغل 2 سلسلة، وبلف الخيط مرتين على الابرة، وبروح للغرزة اللي قبليها على طول، اللي قبل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، وبدخل فيها وبشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين بالشكل ده كده. تديني الشكل ده كده، وبفضل مكملة شغل بنفس الطريقة. بلف الخيط مرتين على الابرة، وبسيب غرزة 2، وبدخل في الغرزة التالتة وبشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. بينهم سلسلتين، نروح للغرزة اللي قبليها على طول، اللي قبل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، وبشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة عادية. وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بلف الخيط مرتين على الابرة، وبسيب غرزة 2، وبشتغل في الغرزة التالتة غرزة عمود باتنين لفة، وبعد كده 2 سلسلة، وبروح للغرزة اللي قبليها، اللي قبل الغرزة اللي انا اشتغلت فيها، بشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة عادية، وبكرر لحد ما اوصل للنهاية.
هكمل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، وصلت لنهاية الدور وهلف الخيط مرة واحدة على الإبرة زي ما ابتديت الدور بغرزة عمود بلفة اهي اللي هي كانت لوحدها. هننهي الدور بغرزة عمود في لفة، فهدخل في اخر غرزة اهي اللي تحت بتبقى معوجة، وهشتغل غرزة عمود بلفة بس موسعة. انا سحبت الخيط اهو، معايا 3 حلقات، هلف واطلع من حلقة، بعد كده هلف واطلع من حلقتين، بعد كده هلف واطلع من اخر حلقتين. هيكون معايا بالشكل ده اهو، بداية الدور زي نهايته، غرزة عمود وبدايته غرزة عمود. ده كده اول سطر، الغرزة دي من تكرار 3 سطور، ده كده اول سطر فيها. بعد كده هنرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل. انا شغلي كله هيكون في فراغ ال2 سلسلة بس، يعني هشتغل هنا وهفوت الفراغ ده، المثلث ده مش هشتغل فيه، وهروح في فراغ ال2 سلسلة واشتغل فيه. فكل الشغل بتاعي هيكون في فراغ ال2 سلسلة. انا بعد ما ارتفعت 3 سلسلة لفيت الشغل، هروح عند اول فراغ 2 سلسلة هنا اهو، وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة كده، 1 كده 2 كده 3 كده 4. هروح لفراغ ال2 سلسلة اللي بعديه على طول، وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4. وهروح لفراغ ال2 سلسلة اهو اللي بعديه، وهشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4. وهفضل ماشية السطر كله بنفس الطريقة، ان انا بشتغل في فراغ ال2 سلسلة اللي هو ده، بفوت المثلث ده وبشتغل في فراغ ال2 سلسلة، بشتغل فيه 4 غرزة عمود بلفة. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، هقفل السطر دلوقتي، هلف الخيط على الإبرة وهدخل في فراغ المثلث الأخير ده، وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة موسعة، معايا 3 حلقات، هلف واطلع من حلقة واحدة بس، بعد كده هلف واطلع من حلقتين، وهلف واطلع من آخر حلقتين. كده قفلت السطر التاني، هرتفع للسطر التالت ب3 سلسلة وهزود عليهم 2 سلسلة فراغ. هلف الشغل، هروح عند اول عمود من ال4 أعمدة، هشتغل فيه غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة. تاني هلف الخيط على الابرة وادخل في العمود التاني واسحب الخيط، والف واطلع من حلقتين، والعمود التالت بنفس الطريقة، بلف وبطلع من حلقتين بس، والعمود الاخير اهو في ال4 أعمدة، بشتغل غرزة كليستر. بيتبقى معايا 5 حلقات، هلف واطلع من ال5 حلقات مع بعض، بعد كده هشتغل سلسلة اثبت بيها غرزة الكليستر، بعد كده هشتغل سلسلتين فراغ. عندي هروح لل4 الأعمدة بقى التانيين وهشتغل فيهم بنفس الطريقة غرزة كليستر، بدخل فوق اول عمود وبلف وبطلع من حلقتين، وهدخل في العمود التاني برضو واطلع من حلقتين، والعمود التالت هطلع من حلقتين، واخر عمود الرابع هلف واطلع من حلقتين. هيتبقى 5 حلقات على الابرة، هلف واطلع من ال5 حلقات مع بعض، بعد كده هشتغل سلسلة اثبت بيها غرزة الكليستر، وهشتغل سلسلتين فراغ. وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة، ان انا هشتغل فوق ال4 أعمدة غرزة كليستر، بدخل فوق العمود وبلف وبطلع من حلقتين، والعمود التاني برضو بلف وبطلع من حلقتين، والعمود التالت هلف واطلع من حلقتين، والعمود الرابع هلف واطلع من حلقتين. هيتبقى معايا 5 حلقات، هلف واطلع من ال5 حلقات مع بعض، هشتغل غرزة سلسلة اثبت بيها غرزة الكليستر،
وهشتغل سلسلتين فراغ، وده كده يكون السطر الثالث معايا في تكرار الغرزة. الغرزة دي بتعتمد على تكرار اول 3 سطور اللي هو السطر الاول والثاني والثالث. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني اقول لكم هنكرر السطر ده ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر وبقت معايا بالشكل ده كده، واشتغلت اخر غرزة كليستر. بعد كده ارتفعت السلسلة تثبيت للغرزة وسلسلتين فراغ. هلف الخيط على الإبرة مرة وهروح لآخر فراغ اللي هو ده، وهدخل فيه واشتغل غرزة عمود بلفة موسعة. بلف وبطلع من حلقة، بعد كده بلف وبطلع من حلقتين، وبعد كده بلف وبطلع من آخر حلقتين. كده نهاية السطر التاني التالت قصدي. هتكون معايا الغرزة بالشكل ده كده. هنبتدي نكرر السطر اللي هو الأولاني بتاع الغرزة، فهنشتغل 3 سلسلة. هلف الشغل انا هشتغل بعد الغرزه دي، هلف الخيط على الابره مرتين، هشتغل غرزه عمود ب2 لفه. هسيب الفراغ الاول واروح للفراغ التاني وهشتغل غرزه عمود ب2 لفه. بعد كده هشتغل سلسلتين واروح للفراغ الاول وهشتغل فيه غرزه عمود ب2 لفه. هلف الخيط على الإبرة مرتين، هروح هنا هسيب الفراغ ده واروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة، سلسلتين. هلف الخيط على الإبرة مرتين، هرجع للفراغ اللي قبليه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة. كده ده تكرار السطر اللي هو ده اللي بعد غرز الحشو، السطر الاول. بعد كده هلف الخيط مرتين على الابرة وهروح عند هسيب الفراغ ده واروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة، سلسلتين. هرجع للفراغ اللي قبليه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الابرة، هسيب الفراغ ده واروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة، سلسلتين. وهلف الخيط مرتين وهرجع للفراغ اللي قبليه وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة، وافضل مكملة كده بنفس الطريقة. ان انا هكرر السطور كمل ده للاخر، وبعد كده هشتغل السطر اللي انا كنت بشتغل فيه 4 عمود بلفة، وبعد كده غرزة كليستر. هكرر السطور بقى لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه للجاكيت بتاعي.